السلام عليكم. موعدنا هنبدأ نشرح دالة الإف. إف الشرطية، إف كونديشن، إف بتعمل إيه؟ معناها لو بتاخد شرط معين، لو الشرط ده اتحقق خلاص نفذ لي اللي أنا عاوزه. يعني ممكن أقول له إكس إيكوال 10، بقولت له لو إكس دي قيمتها أكبر من 5، هقول له إيه؟ برنت مثلا أكبر من 5 أهو، وهو شغال في كده. أول حاجة بتكتب كلمة إف، وبعدين الشرط اللي أنت عاوز تنفذه، وبعدين النقطتين فوق بعض، وبعد كده بتنزل إيه تكتب كل حاجة تاني. مثلا قلت له برنت تانية، شغال برضه أهو. شغال. افرض عاوز تقول له برنت تانية، شغال. طب افرض انا لو نزلت كتبت هنا حاجة قال ان كل الحاجات دي كلها تبع البرنت، دي تبع الجملة. ليه؟ لان سايب المسافة دي. افرض انا ما سبتش مسافة وكتبت كده، مثلا لو كتبت else او قال لي دي خلاص دي حاجة جديدة خالص. تمام. يبقى انا دلوقتي اف بكتب اهو، واحط الكونديشن عندي، واحط النقطتين، وبنزل اكتب كل الحاجات خاصه بجمله اف. خلاص انا انتهيت من كتابه جمله اف، عاوز اكتب جمله جديده، بنزل من بدايه السطر. اول حاجه بيقول لي، اول حاجه عندنا اف else، اف لو اكس اكبر من 5 خلاص تمام، اقول له برنت اكبر من 5، اجمع لي رقمين، اطرح لي، اعمل لي اي حاجه. وبعد كده اقول له else، يعني لو الشرط بتاع جمله اف ده ما تنفذش، نفذ اللي في اف. اقول له مثلا ايه؟ اف مثلا لو الاكس اكبر من 5 اطبع لي جمله اف. else هقول له ايه؟ اطبع لي نوت اكبر من 5. ولو جيت عملت run اقول له اهو run، اسم الفايل انا عاوزه run اسمه اف اهو، هيقول لي ان ايه؟ ان الاكس هل 10 دي اكبر من 5؟ اه اكبر من 5. هيبدا يطبع لي ايه؟ 5 دي. طب افرض عاوز اضيف مثلا تانية، اقول له مثلا يس اهو، واقول له ايه؟ اعمل لي، نفذ لي. هيبدا يقول لي اه فعلا هيطبع لي اكبر من ويس. افرض عاوز انفذ حاجه تانية احطها بعد البرنت دي اهو، ابدا شغال برنت اهو شغال. تمام. افرض انا غيرت ده كده، اخدتها حطيتها مثلا 5، هل 5 دي اكبر من 5؟ هقول لي لا، نوت اكبر من 5. تمام. فدي اول حاجه معانا، اللي هي ايه؟ لو الشرط ده اتحقق نفذ لي اللي انا عاوزه، ما تنفذش انت هتنفذ. افرض واحد عاوز يكتبها في سطر واحد، اكتبها في سطر واحد ازاي؟ عاوز يكتب جملة اف دي في سطر واحد، هقول له هنا بتتكتب، هقول له اف لو الاكس اكبر من 5، هقول له هنا نقطتين فوق بعض، اقول له مثلا برنت اكبر من 5. اهو دي لو انا عاوز ايه؟ انفذها في سطر واحد اهو. يقول لي ان ده ايه؟ اكبر من 5؟ لا. افرض غيرتها وخليتها 50، هل 50 دي اكبر؟ تمام. اقول لي ايه؟ اقول لي اكبر من. يبقى انا دلوقتي عندي اول حاجه اف ال صحيح، وعندي اف في سطر واحد. تمام كده. افرض عندي ال سيف، يعني انا ممكن يكون اكس دي اكبر من 5، اقل من 5، بتساوي 5. انا عاوز بقى احقق كل الشروط دي، فاعمل ايه؟ فاقول له اف لو اكس اكبر من 5، هقول لي برنت مين؟ اقول له برنت اكبر من 5 اهو. بعدين اجي اعمل حاجه اسمها else if. ايه else if دي؟ اهو ايه else if؟ يعني بتقول لي لو الشرط ده ما اتحققش انزل نفذ لي الشرط التاني. اهو لو else if لو الاكس اقل من 5، هقول له ايه؟ برنت اقل من 5 اهو. انزل اعمل حاجه تاني، اقول له else if نفس النظام، else if لو الاكس ايكوال 5، هقول هنا ايه؟
print اهو equal if else خالص ما كل الحاجات دي اتنفذت هقول له else هقول له هنا ايه print not found معناها ايه دي بقى؟ else if معناها ايه؟ كل شويه لو الشرط ده اتحقق تمام نفذ لي خلاص كده لو ما اتحققش الشرط ده ادخل على اللي بعد نفذ لي ده لو ما اتحققش ادخل على ده لو ما اتحققش اي حاجه من الثلاثه دول نفذ اللي داخل جمله اف اللي داخل اللي داخل ايلز نفذها لي فبفضل اقول له ايه اف 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 ايلز اف لو ده اتحقق تمام ده يكفي شرط واحد بس عشان يتحقق عشان تبدا ايه يتنفذ يعني مثلا لو قلت له اكس ايكوال 5 قلت له عاوز اعمل رن بص هيقول لك ايه هل الخمسه اكبر من لا فانزل ده هل الخمسه اقل من لا هل خمسه ايكوال ايكوال هيقول لي ويطبع ايكوال فانا عندي اول حاجه عندي اف إلس بعدين لو عندي بقى اف إلس كتير عاوز إلس اف إلس اف إلس اف شغاله ازاي اف إلس اف إلس اف تمام كده دي اول حاجه عندي افرض انا عاوز واحد عاوز يكتب جمله اف الس دي في سطر واحد يعني ايه نكتبها في سطر واحد اهو يعني ممكن اجي كده يجي لك كده وتقول له ايه برنت اطبع لي الايه او اطبع لي اكبر من اف لو الاكس اكبر من خمسه اهو الس اقول له برنت اهو اقل من دي معناها ايه بتقول لي اطبع لي اكبر من لو اكس اكبر طب افرض انا جيت هنا قلت له الاكس ايكوال 10 هيعمل ايه هل الاكس اكبر من 5 تمام قول لي اكبر من طب افرض انا مثلا اقل من 2 هل 2 دي اكبر من 5 لا فيطبع لي اقل من دي بيقول لي ازاي اكتب اف الس سطر واحد تمام كده يبقى اول حاجه معانا قلت يعني اف 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 الس بتتكتب ازاي الس اف اف واحده بس تتكتب في سطر واحد ازاي اف الس بتتكتب في سطر واحد ازاي تمام كده دي اول حاجه معانا ثاني حاجه بقى معايا افرض انا عاوز اعمل نستد اف احط اف جوه اف اعمل ايه لو انا جيت بالشكل ده قلت له اف لو الاكس اكبر من 10 اقول له برنت مين برنت اكبر من اهو اكبر من 10 لو انا جيت بقى قلت له ايه الس اف لو الاكس اقل من 10 اقول له برنت مين اقل من 10 اهو بعدين شغال اهو الس اف الس اف ان الاكس دي تعتبر الاكس ايكوال ايكوال 10 اقول له برنت مين برنت ايكوال ايكوال اهو انا عاوز بقى اقول له ايه الس الس مفيش اي حاجه اتنفذت من كل الشروط دي اقول له برنت مثلا ايرور او نوت فاوند نوت فاوند تمام وجيت حطيت الاكس دي بيساوي 10 اهو وجيت عملت ران هل الاكس دي اكون 10 لا هل هي اقل لا هل هي ايكوال ايكوال تمام افرض بقى انا عاوز احطها نستد عاوز احط هنا كده جمله اف ثانيه اعمل ايه هقول له اف لو اللي هي اكس اكبر من 10 تمام اقول له اف بقى لو الاكس اكبر من 5 هقول له برنت هنا كده اكبر من 5 بعدين الس اف لو هي اكس اقل من 5 اهو هقول له برنت ايه اقل من 5 بعدين عندي اهو الس اف شغال لو الس اف اكس ايكوال ايكوال 5 هقول له هنا ايه اقول له برنت اهو ايكوال ايكوال عاوز اعمل حاجه ثانيه اقول له else اطبع لي بقى برنت
print ايه؟ not found او not بس. تمام؟ واجي احط الاكس دي بكام؟ وليكن ب 20. هل الاكس دي اكبر من 20؟ هل 20 اكبر من 10؟ هيقول لي اه وينزل ينفذ السطر ده. طب انا ابدا اكتب. طيب اهو نفذ لي. هل ال 20 دي اكبر 5؟ اه هيقول لي ايه؟ اكبر من 5. بس كده. افرض انا دلوقتي لو ال 20 دي مدخلها كام؟ 5. هل او مدخلها 8؟ هل اكس 8 دي اكبر من 10؟ لا، فمش هينفذ اي حاجه جوه جمله الاف دي. ليه؟ لان ديت عامله زي الصندوق، دي بدايه الصندوق. لو افتح الصندوق ازاي؟ لو الشرط ده اتحقق انزل نفذ لي ده. افرض ما اتحققش خلاص ما تنزلش تعمل اي حاجه من ده كله. فبقول اف لو هو اتحقق تمام. طب ما عندي 8 اكبر 5؟ لا، بس الشرط اللي فوق الاول بتاع الصندوق ده ما تنفذش اهو، عشان كده ما نفذليش اي حاجه من ده. امال عمل ايه؟ ال 8 دي لقاها اقل من 10. تمام كده؟ دي تاني حاجه معايا. في افرض دي بقى عاوز اكتبها في سطر واحد، نستد اف في سطر واحد. يعني ممكن اقول له ايه؟ اطبع لي اهو اكبر من 5 لو اكس اكبر من 5 اهو. else كنت بقول له هنا ايه؟ else ايه بقى؟ هقول له برنت اقل من 5 اهو. ده انا كنت عاوز اكتبه. افرض انا عاوز اعمل شرط ثاني، هقول له مش انا دلوقتي بقول له برنت اف اهو، هاجي اقول له برنت اف اهو اف لو الاكس اقل من 5. else هقول له هنا ايه؟ برنت اهو ايكوال ايكوال. اجي انفذ، ها اجي اقول له مثلا الاكس ده بكام؟ حاطط الاكس ب 8، هل الاكس ده اكبر 5؟ تمام هينفذ. افرض انا حاطط الاكس مثلا ب 6 اهو، قلت له هل ال 6 دي اكبر من 5؟ اه فيطبع. افرض حاطط ال 3، يبقى دلوقتي هل ال 3 اكبر من 5؟ لا، فينفذ لي ده. افرض عاوز اضيف اف جوه اف تاني، هنا معناها ايه؟ معناها انا قلت له كده اطبع لي الاكس لو هي ايه؟ اكبر من. else بقى اهو else اطبع لي برنت ايه؟ اقل من لو هي اقل. else اطبع لي كذا. كان انا عملت كده اهو، كان انا عملت بالشكل ده كده، لو قلت له ايه؟ اطبع لي ده لو هي كذا، else اطبع لي كذا، else اطبع لي كذا. افرض عاوز احط جمله جديده بقى، هقول له هنا ايه؟ اهو هقول له برنت اف اطبع لي ده كده اهو برنت ايكوال ايكوال لو اكس ايكوال ايكوال كام؟ 5. else اهو في الاخر خالص اقول له برنت ايه؟ نوت فاوند اهو. يبقى انا دلوقتي عملت كل الكلام ده، كل ده داخل جوه else دي، وبعدين كل ده كده داخل جوه else دي، وكل ده لو ما اتنفذش هحقق اخر else عندي. فاجي طيب انفذها اهو، بس انا طبعا بحطها كلها في سطر واحد، فبقول له ايه؟ اطبع لي اكبر من لو هي اكبر من، else اطبع لي ايه؟ لو اطبع لي اقل من لو هي اقل من، else اطبع لي ايكوال ايكوال لو هي ايه؟ ايكوال ايكوال. اجي مثلا هقول له مثلا بيساوي 5، هيجي يقول لي هل اكس اكبر 5؟ لا. هل اكس اقل؟ لا. هي برنت ايكوال ايكوال لو هي ايكوال ايكوال، هي ايكوال ايكوال اه، فيقول لي برنت ايه. تمام؟ يبقى انا عندي دلوقتي اف الس عادي، اف بكتبها في سطر واحد، الس اف النستد بكتبها في سطر واحد ازاي؟ كل التفاصيل دي. في بقى حاجه معايا، لو انا قلت له ايه؟ اف لو انا قلت له اف ان الاكس اهو، ان الاكس اكبر من لو هي اكبر من 5، هقول له برنت ايه؟ او اكبر من 5. وهاجي تاني اعمل اف تانيه، مش هعمل الس اف. اكس لو هي اقل اكبر من مثلا 10، هقول له هنا ايه؟ هقول له برنت اكبر من 10 اهو. اف لو الاكس اكبر من اقل من بقى
من خمسة أقول له إيه؟ برنت أقل من خمسة أهو. إلس هقول له هنا إيه؟ برنت نوت. إيه بقى الكلام اللي أنا قلته ده؟ معناها أنا قلت إيه؟ معناها إيه؟ معناها لو ده اتحقق هيدخل برضه ينفذ الشرط ده، لو اتحقق هيدخل برضه نفس الشرط ده. طب أنا دلوقتي عندي إلس، إلس دي تبع مين؟ قال لك تبع آخر إف عندي. طب نيجي نجرب، هل إكس دي، حط مثلا إكس دي 20، هل 20 أكبر من 5؟ آه هيطبع أكبر من 5. هل 20 دي أكبر من 10؟ آه هيطبع أكبر من 10. هل ال 20 أقل من 5؟ لأ هيطبع لك نوت. ليه؟ لأن ده لو اتحقق إلس مش هتتحقق. طب لو إلس اتحققت الإف دي مش هتتحقق. طب نجرب، يبقى ده هيطبع ثلاث حاجات، أكبر من 5 أكبر من 10 نوت. أه أكبر من 5 أكبر من 10 نوت. طب افرض أنا خليت دي وليكن مثلا وليكن أهو 3، هل الثلاثة أكبر من 5؟ لا. هل الثلاثة أكبر من 10؟ لا. هل الثلاثة أقل من 5؟ أه هيطبع مين؟ أقل من كام؟ أقل من 5 أهو. يبدأ إيه؟ يقول لي أقل من 5 أهو. ده اللي هي إيه؟ إف أكتر من سطر.